الاتفاقيات الموقعة إن كان في أنقرة 29 من ديسمبر 2016 أو أسيتاني 1 المعلن تاني 2 ومخرجاتهما لم يترجم منهما شيء على الأرض ولم تتحول إلى واقع يرفع المعاناة عن الشعب السوري ويخفف آلامه ويوقف يد الإجرام التي تقصف مدنه وتحاصر بلداته وتتسبب بالمعاناة لأطفال الشعب السوري ونسائه كما ترهق بالظلم والطغيان آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين المدنيين الأبرياء في أقبية فروع الأمن والسجون. عن موضوع الثقة لا يمكن الحديث أبدا بين الشعب السوري وبين الروس، وما نريده هو ترجمة حقيقية لأي إعلان أو قرار أو اتفاق إلى واقع على الأرض، وهذا ما نؤكده للروس في كل لقاء نلتقيه بهم إن كان في أسيتانا 2 أو إن كان هنا في جنيف حيث التقينا بنائب وزير الخارجية الروسي. تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الهيئة العليا للمفاوضات تسعى بإفساد محادثات جنيف هذا عار عن الصحة تماما، وسيد ستيفان دي مستورا أبلغ الروس بأن وفد المعارضة وفد جاد وإيجابي وهو يساعد في إنجاح العملية السياسية، لذلك المعني بتقييم أداء الوفد هو الأمم المتحدة وليس الروس الذين إلى الآن هم شركاء من يرتكب كل الانتهاكات في سوريا وهم داعميه الأساسيين.